قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم مع مجموعة شباب بتروح على رحلة في الغابة، وكل حاجة بتكون ماشية طبيعي في الأول لحد لما بتشوف السواق شكله شارب حاجة. بعد شوية مش بيقدر إن هو يتحكم في الأتوبيس لحد لما بيعمل بيهم حادثة على طول، وهنا الأتوبيس بيكون اتقلب بيهم، لكن الشباب بتكون خرجت منه بسرعة. الناحية التانية بيحاولوا إن هم يلموا الشنط بتاعتهم، وده عشان يكملوا الطريق، وكل واحد بيتعرف على التاني، وده عشان يشوفوا أي فندق هيباتوا فيه مع بعض لأنهم وسط الغابة. وفي الآخر بنشوف مجموعة شباب من البرازيل، واللي بنعرف إن لغتهم الرسمية بتكون البرتغالي، وده هيساعدهم في إن هم يتعاملوا مع الناس، وبعدها بيتحركوا على الطريق. جزء منهم بيكون متضايق إن هو مش عارف يروح في أي حتة بسبب الشنط اللي بتكون ضاعت منه، لحد لما بتيجي بنته وصاحبتها ومعاها حاجة بيشربوها، وبتحاول برو تسألهم عن مصدر الحاجة، فبتقول لهم إن في بار أصلا على الشاطئ، فطبعا بيتحمسوا تاني للرحلة وبيحاولوا إن هم يشتروا أي حاجة عشان يشربوها. في الآخر بيوصلوا على البحر عشان ينزلوا شوية في المية، لحد لما بيطلعوا تاني على البار وبيقابلوا اتنين في المكان اسمهم زاك وصاحبته مارلا، وكل واحد فيهم بيتكلم عن حياته شوية، وكل حاجة بتكون تمام لحد لما بنشوف واحدة في البار بتتكلم مع دكتور مورا، وبتقول له ان في كام ضحية قدامهم، وان السياح تقريبا اول مرة يوصلوا على الشاطئ، وطبعا الدكتور بيسألها عن العدد، فبتقول له ان هم حوالي 8 اشخاص، وبتنتهي المكالمة على كده. وبعد شوية الشباب بتقوم تاني عشان يلعبوا على الشاطئ، لكن برو بتكون قاعدة على جنب لوحدها، وبيحاول شاب برازيلي ان هو يتعرف عليها، بتعرف ان اسمه كيكو وبيتكلم زيها برتغالي، فبيفرح جدا ان في حد هيفهمه، لان معظم السياح اللي هنا بيتكلموا انجليزي، وبيحاول ان هو يتعلم كده عشان يتكلم مع الناس. وبالليل البار بيكون عامل حفلة صغيرة على الشاطئ، وطبعا كلهم فضلوا يشربوا لحد لما ناموا على نفسهم من كتر التعب، وطبعا الرحلة بتاعت السفر. لكن الغريب ان زاك ومارلا نايمين على نفسهم بطريقة مش طبيعية. بعد شوية برو بتكون مش قادرة تسيطر على نفسها لحد لما بتقع على الارض وبتفقد الوعي، وبنعرف ان اليوم بيكون خلص على كده ومحدش فاهم اللي حصل ليهم. تاني يوم بيصحوا على الشاطئ وبيحاول اليكس ان هو يصحي اخته، وبيعرفها ان هما تقريبا كده اتسرقوا وكان في مخدر في الحاجه اللي هما شربوها. والناحيه التانيه بنشوف مجموعه شباب شكلهم غريب شويه، وبيكون معاهم زاك ومارلا ولع العصايه خشب لحد لما بيرموهم على الارض وبيشربوا مخدرات بعدها. طبعا بيحاولوا ان هما يفكوا نفسهم عشان يهربوا من هنا، لكن الشباب بتاخد بالها من حاجه زي دي، ومارلا بتكون فلقت بسرعه، لكن زاك لسه واقع على الارض. في الوقت ده بيخلصوا عليه وبيموتوه بعدها، ومارلا بتحاول ان هي تصرخ وتجري عشان تطلب المساعده لحد لما بتقع من فوق الجبل، وللاسف بنعرف ان هي ماتت لانها مش حافظه الطريق طبعا. فبنرجع تاني على الشباب وبنشوفهم ماشيين على الطريق ومش معاهم اي حاجه تساعدهم في كده بعد لما اتسرقوا، وبيقابلوا واحد في المكان وبرو بتسالها على اسم الشرطه. المشكله ان جوازات السفر هي كمان بتكون اتقلبت منهم، وده معناه ان هم ممكن يترحلوا في اي وقت لو حصلت مشكله في البلد اللي هم فيها. طبعا بيفضلوا ماشيين على الوصف بتاعها لحد لما بيشوفوا طفل قدامهم بالكاب بتاع اليكس، فبيفضل يجري وراه عشان يعرف مين اللي سرق الحاجه، وفي النهايه مش بيلحق ان هو يوصل له، فبيرمي عليه الحجر عشان يقع على الارض، وبيفضل ينزف في الشارع والناس كلها بتتلم على السور، لكن بيوصل كيكو في الوقت المناسب عشان يلحقهم من الواجب اللي كانوا هياخدوه، وبيعرفوا ان هم تقريبا اتسرقوا، فبياخدهم على مكان هادي شويه، وبيقول لهم ان هم لازم يقعدوا في البيت بتاع عمه، لان الطفل اللي اتعور في دماغه بيكون بلطجي وعارف عصابه، فبيسأل على اسم الشرطه بتاع القريه، وبيقول لهم ان هم مش هيفيدوهم بحاجه. فبيفضلوا ماشيين شويه في الغابه وقت طويل جدا ومش عارفين هم هيوصلوا لحد امتى، لحد لما بيشوفوا بحيره هاديه جدا، وكيكو بيقول لهم ان ده المكان المفضل عنده وان في حاجات تانية لسه هيشوفوها. وفان بيطلب منه يروح الاول على بيت عمه وعشان يريحوا دلوقتي، فبيقول له ان هم قربوا جدا وفاضل حوالي اكتر من 10 دقائق، وفي الاخر بينزلوا على الميه عشان يستمتعوا ويريحوا لحد لما بيعرفوا ان هم قربوا على البيت، وبيتحركوا تاني ناحيه الكهف بتاع البحيره، وكيكو بيقول لهم ان هو مرتاح معاهم جدا، فبيطلب منهم ان هم يرجعوا على المدينه، وتقريبا كده مش عاوزهم يروحوا على البيت، وهنعرف السر مع بعض كمان شويه، ويقول لهم ان هو هيفضل يحميهم. فبرو بتقول له ان ده خطر دلوقتي ولازم يقعدوا في البيت بتاع عمه وده الافضل ليهم، وهنا بيخرجوا تاني من على الشاطئ عشان يطلعوا على الصخور، لكن للاسف كيكو بيقع على دماغه وبيفقد الوعي، والشباب بتحاول ان هي تطلعه بسرعه من الميه. في الاخر بيعرفوا ان هم لازم يروحوا على بيت عمه عشان تعملوا اسعافات اوليه، فبيتحركوا تاني على الوصف اللي قاله قبل ما تحصل المشكله، وطبعا بيحاولوا ان هم يلفوا في البيت شويه، وبيلاحظوا ان الادويه في كل مكان وبكميه كبيره، فبيحاولوا ان هم ينضفوا الجرح بتاع كيكو باي حاجه قدامهم،
وفي الاخر بيكون مش قادر يفوق تماما، فبيرحل الاوضه وهو دايخ، وده عشان ينام طبعا. والشباب بتحاول ان هي تغير الهدوم، واليكس بياخد اي حاجه بتيجي في سكته، لكن هنا بيلاحظ ان في جوازات سفر لناس غريبه في الدولاب، فبياخد السكينه عشان يحطها في جيبه، وده يمكن تحصل اي مشكله فيما بعد. وبالليل الشباب بتكون قاعده مع بعض عشان يتعشوا، وفان بيقول لهم ان المكان ده شكله اصلا خطر ولازم يتحركوا من هنا في اقرب وقت، فبيعرفوه ان هما لازم يطمنوا الاول على كيكو. وبعد شويه كلام بيستقر على ان هما هيقعدوا لحد تاني يوم، وساعتها الشاب ده هيكون فاق ويعرفهم طريق للخروج من هنا، وفي الاخر بيوافقوا على كده. وهنا كل واحد بيتحرك على الاوضه بتاعته، وبيفضل اليكس الوحيد اللي لسه قاعد بيتفرج على كاميرات المراقبه، فطبعا بيكون زهقان جدا. بعد شويه بيسمع صوت هليكوبتر ومش فاهم حاجه، فطبعا كل الشباب بتصحى على الصوت وبيفتكروا ان ده عم كيكو في الاول، لكن الغريب ان هو بيطلع زامورا والدكتور اللي كلمته الست اللي كان في البار، وهنا بيكون معاه ناس كتيره مسلحه ومعاهم معداته محدش فاهم حاجه. وفي الاخر بيصحى كيكو هو كمان على الصوت، وبيروح على زامورا عشان يتكلم معاه، وكانه بيطلب منه ما يعملش الحاجه اللي كان جاي عشانها، وبرو الوحيده اللي بتكون فاهمه الكلام لانها بتتكلم برتغالي. في النهايه بتوصل بنت كانت مع الدكتور وبتسال اليكس عن البلد بتاعته، بيعرفها ان هي امريكا وان هي بتحب البلد دي جدا، وفجأة بتقول له بصوت هادي ان هو لازم يهرب من هنا، لحد لما الرجالة اللي كانت مع الدكتور بتضرب في الشباب، وكيكو بيسيبهم لوحدهم، وبنعرف ان هو كان عاوز يسلمهم اصلا من البداية، لكن تقريبا بسبب اللي حصل معهم بقى بيحبهم وما كانش عاوز يعمل كده، فبيعرف ان هم هيموتوا كمان شوية، لحد لما الشباب كلها بتكون اتربطت. وهنا بنشوفهم محبوسين في قفص حديد والجزء التاني على السرير ولسه مربوطين طبعا، والدكتور بياخد كام حاجة من جسم ايمي وبيقول لها ان البلد دي فقيرة جدا، فياخد منهم كم عضو عشان يبيعه، وبيعتذر لها عن اللي هيحصل فيها كمان شوية، وانه هياخد اعضاء كتيرة جدا من جسمها لانه سليم. والناحية التانية بنشوف اليكس بيخلي صاحبه يطلع المطوة من جيبه، وده عشان يفكوا نفسهم، وفعلا بيعمل كده. بنفهم ان هم هيحرروا بعض كمان شوية، وايمي بتكون للأسف ماتت بعد لما الدكتور خد منها حاجات كتيرة، وبيطلبوا من فان ان هو يجهز نفسه، وده عشان هو اللي هيكون بعدها، لحد لما بيروح على رجالته وبيطلب ان هم يجيب لهم راس جديد على الاوضة بتاعة العمليات. ولما بيروح عشان يعمل كده الشباب هنا بتكون حررت نفسها وبتقدر انها تخلص على الشاب ده اخيرا، وكمان كيكو بيوصل عليهم عشان يساعدهم. طبعا اليكس بيطلب من البنات ان هم يهربوا دلوقتي، وده قبل ما العصابه ترجع عليهم، وبيحاول مع كيكو ان هم يخرجوا اليم من القفص بتاعه بعد لما شالوه من على الارض عشان يطلع، وطبعا هنا بيرفض ان هو يهرب من غير فان، وبيرجعوا تاني على البيت عشان يعملوا كده، والبنات بتظهر قدام واحد من رجاله الدكتور. وفي البيت الشباب بتكون رجعت على البيت فعلا، وبيشوف البنت اللي طلبت من اليكس ان هم يهربوا من الاول، وبنعرف ان هي الممرضه في الجريمه اللي بتحصل دلوقتي، وطبعا بتخليهم ياخدوا فان من غير ما تعمل اي مشكله. والرجاله هنا بتشوف اليكس مع الشباب وهم بيساعدوا فان في الاوضه من خلال كاميرات المراقبه، فبيروح على الاوضه عشان يوقفوهم، بيحاولوا ان هم يستخبوا في مكان بسرعه، وبيحصل شويه ضرب ما بينهم لحد لما بيخرجوا تاني من المخبأ، والعصابه بتبدا ان هي تضرب النار عليهم، وطبعا مع فان مع ليام بيكونوا ماتوا. والناحيه التانيه كيكو مع اليكس بيقدروا ان هم يهربوا من البيت تاني، لحد لما النهار بيطلع عليهم، وبنشوف البنات لسه مستخبيه ما بين الصخور بتاعه البحيره. وهنا كيكو بيطلب منهم ان هم يكملوا طريقهم في البحر، وده عشان محدش يشوفهم، وبينزلوا تحت الكهوف اللي كانت تحت رجليهم، لكن للاسف محدش بيشوف حاجه. وبيشوفوا هنا برو بتكون مستخبيه وسط الكهوف من امبارح، فبيسالوها عن الطريق، وهنا اليكس بيفتكر ان كيكو السبب في كل ده، فبتحصل خناقه ما بينهم، لكنهم مش بيلحقوا يعملوا اي حاجه، وده عشان الدكتور زامورا بيكون رجع تاني عليهم وبيهددهم بالسلاح، لحد لما بيخلصوا على كيكو بالرصاص والباقي بيهرب من قدامه، لكن واحد من الرجاله بينزل وراهم بسرعه، ومش عارفين ان هم يهربوا بسبب ان المكان ضلمه جدا، وبيفضل الشخص ده ورا برو عشان يمسكها، وبيحاول ان هو يسحبها تحت الميه عشان يغرقها، لحد لما بتاخد السهم عشان تضربه في جسمه وتخلص منه، وفي الاخر بيتوه في الكهوف بتاعت البحيره، وللاسف زامورا بيفضل وراهم لحد لما بيعرف مكانهم مره ثانيه. وبعدها اليكس بيقدر ان هو يخلص منه بالحجر، فبيقع على الارض ومش قادر يتحرك، بعدها بيطلب من صاحبه في العصابه ان هو يخلص على اليكس واصحابه على طول، لكنه هنا بيفكر ان زامورا كان بيتعامل دايما معاهم على اساس ان هم عبيد، فبيخلص عليه هو. وفي النهايه بيطلب من اليكس والبنات ان هم يهربوا بسرعه، لحد لما بيشوفوا راجل غريب قدامهم وبيكون قلقان جدا عليهم وبياخدهم من البيت. طبعا في الاول بيخافوا منه عشان ممكن يوجب معاهم زي الدكتور، لكنه مش بيعمل كده، وبيروح على الطياره عشان يرجعوا للبلد بتاعتهم. وفي النهايه بيحصل كده فعلا، وبيخلص الفيلم لحد هنا. فمنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد. سلام.